شرع المغرب في الاستعداد لاحتضان كأس إفريقيا 2025 بعد توسر الجامعة بمعطيات من داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حول تنظيمها كأس إفريقيا 2025. وحسب جريدة الصباح الصدر اليوم، فقد قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إغلاق 6 ملاعب من أجل تأهيلها لاحتضان منافسات دولية في المرحلة المقبلة، وكيتعلق الأمر بملعب محمد الخامس ومركب مولاي عبد الله وملعب طنجة وأكادير وملعب مراكش، بالإضافة إلى ملعب فاس. وتقرر إغلاق الملاعب المذكورة مباشرة بعد انتهاء البطولة لهذا الموسم تفاديا لتأثيرها على حظوظ الأندية في المنافسة. جدير بالذكر لأن المغرب يعد من بين أفضل البلدان الإفريقية إلى جانب جنوب إفريقيا التي توفر على بنية تحتية قوية، وهذا الأمر رجح ملف احتضان أمم إفريقيا 2025.